إلى مصر، حيث قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار محكمة النقد المصرية برفض الطعون المقدمة من 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا باغتيال النائب العام وتثبيت حكم الإعدام الصادر بحقهم هو شروع في جريمة قتل عمد جديدة تضاف ضد السلطات المصرية. وقالت السلطات المصرية إن هؤلاء أبرياء تعرضوا لعمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب بشع وحرموا من المحاكمة العادلة. المنظمة ذكرت في بيان لها أن ذلك الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتت صالحة للتنفيذ في أعقاب 3 يوليو عام 2013 إلى 1128 محكوم بالإعدام بصورة غير نهائية على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة السلطات المصرية. معي عبر سكايب للحديث حول هذه القضية مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان سيد خلف بيومي. أرحب بك خلف في هذه الحلقة من حقوق الناس، بداية حول أعداد من صدر بحقهم أحكام إعدام كما تقول هذه المنظمة الدولية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، 1128 حكم حتى الآن. هل هناك إحصاء دقيق حول عدد فعلا من تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم؟ وإذا ما كان هذا الرقم يشمل هؤلاء الذين تم قتلهم بصورة أو بأخرى على يد السلطات المصرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام. بداية الأعداد فعلا فاقت 1000 حسب توثيق عدد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لحالات القتل بأحكام الإعدام. الأعداد تعدت 1317 حكم بالإعدام حكم نهائي، ولكنها ليست أحكام باتة. لكن الأحكام الباتة النهائية التي صدرت من محاكم استثنائية سواء كانت دوائر إرهاب أو محاكم عسكرية 65 حكم نهائي وبات. كان الحكم الصادر بالفترة السابقة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 9 هو الذي رفع العدد من 56 إلى 65 حكم بات واجب النفاذ في أي وقت هذه الأحكام، فضلا عن أن هناك 2300 قرار إحالة من الدوائر مختلفة إلى المفتي. هذه الأعداد التي أحيلت المفتي صدر منها أحكام بالإعدام كما قلت لك الآن 1317 إلى جانب 65 حكم واجب النفاذ في أي وقت، قد يستيقظ الناس في أي وقت على إقدام النظام على تنفيذ الأحكام. طيب، في بعض خلف أمامي أنا حسب المنظمة العربية 29 حكما بالإعدام تم تنفيذها منذ الانقلاب حتى الآن. من هذه الأحكام ما عدد من فعلا قتل على يد السلطات المصرية دون وجه حق بأحكام إعدام جائرة؟ أستطيع أن أقول أن كل هذه الأحكام التي تحدثت عنها المنظمة العربية والتي وثقناها نحن أيضا والتي تعدت إلى 33 حكم كلها صادرة من دوائر استثنائية. نحن لنا مبدأ ثابت كنا يعني أفراد أو مؤسسات تعمل في الجانب الحقوقي، نحن لسنا مع إدانة أحد أو تبرئة أحد، ولكن مع توفير ضمانات محاكمات عادلة. هذه الأحكام صدرت من محاكم استثنائية، هذه الأحكام صدرت من محاكم عسكرية، يعني العدد الذي أشرت إليه منه 15 واحد من محكمة عسكرية في قضية في شمال سيناء، ثم بعد ذلك قضية عادل حبارة الذي رفضت إدارة السجن تمكينه من الطعن بالنقد أو التوقيع على عريضة النقد، بالإضافة إلى مجموعة كفر الشيخ الذي تم التنفيذ فيهم رغم أن هناك متهمين آخرين في قضية أخرى تبع جنايات الطلبية أقروا في محاضر رسمية وأمام النيابات أنهم هم الذين قاموا باغتيالات أو بعملية تفجير أتوبيس كفر الشيخ. كل هذه الأعداد لم تتوفر فيها ضمانات محاكمات عادلة، كل هذه الأعداد لم يتم إتاحة الفرصة للدفاع للقيام بدوره كاملة، واشتكت هيئات الدفاع على مستوى الجمهورية من التضييق الغير طبيعي، كل هذه الأحكام لم يكن هناك فرصة لسماع شهود نفي، كل هذه الأحكام تغاضت وتغفلت بصورة غير طبيعية. وأمامي الآن حكم محكمة الإسكندرية في قضية المكتبة، المحكمة رفضت الاستناد أو الاعتراف بشهادات موثقة صادرة من جهات رسمية ممهورة بخاتم وشعار الجمهورية تؤكد أن بعض المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم. التفتت المحكمة عن ذلك، كان هناك شهود نفي عدد وكثر شهدوا أثناء جلسات المحاكمات بأن العدد المتهمين لم يكونوا متواجدين أثناء هذه الوقائع. إذن هناك حالة من حالات الإخلال بكافة ضمانات المحاكمات العادلة. هذه دوائر سيدي
لا تحترم أي ضمانات محاكمات عادلة. أنت تسمع إلى المستشار حسن فريد وهو يتحدث بصورة ركيكة جدا جدا جدا، وهو يعبر في حكم قضية النائب العام عن رأيه الشخصي في اعتصام رابعة، ثم بعد ذلك تحال إليه قضية رابعة، أمر من الأمور الغير طبيعية، حالة طيب، من حالات الترهل. ولا أدري ما الطبيعي أصلاً الآن في مصر خلف. على كل حال، هذه المناشدات من المنظمة العربية لأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في محاسبة النظام المصري، برأيك هل يمكن أن تجدي مع النظام المصري بعد أن وصلت مناشدات من المنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، المفوضية الخاصة بحقوق الإنسان؟ سيدي، أرى أن المطالبات والمناشدات والشكاوى والدعاوى والإلحاح على المجتمع الدولي واجب أو فرض عين على الجميع في هذه الفترة. النظام المصري لن يرتدع من الداخل كما ترى، لقد أضعف النظام المصري مصر من الداخل بصورة غير طبيعية، فلا صوت للنقابات ولا صوت للأحزاب ولا صوت للأحياد ولا تواجد لحركات على أرض الواقع في مصر. فإذا أصبح اللجوء للآلات الدولية ومناشدة هذه الآليات للضغط على النظام المصري هو الفرض العين في هذه الفترة. هذه المؤسسات أعطتنا، يعني في المؤسسات غير الرسمية، أعطت توصيات، أصدرت قرارات، أصدرت تقارير. هناك نوع من أنواع الضغط على النظام المصري هو الواجب في هذا الوقت. صحيح أن المؤسسات الرسمية في العالم ما زالت تكيل بأكثر من مكيال، وما زالت تصبر وتسكت عن جرائم عبد الفتاح السيسي، ولكن ما حدث في فرنسا في الفترة السابقة وما حدث في قضية جوليو روجيني في الفترة الحالية في الأيام الحالية يؤكد أن استمرار الضغط على الآلات الدولية واستمرار المناشدات واستمرار هي ليست منا، من المجتمع الدولي. الآن هناك قانون دولي يحكم العالم. هذا القانون اليوم يوم 10/12 في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، هناك قوانين تحكم العالم الآن، هناك قوانين تلزم المؤسسة الدولية بأن تقف الأجانب قيم معينة أرستها منذ ما يقرب من 70 عام. إذا هو واجب الوقت أن نضغط على النظام المصري، واجب الوقت أن نفضح جرائم النظام المصري، واجب الوقت أن يعني يستمر الجميع في مناهضة وكشف كل هذه الجرائم، سواء بقى يعني أعطتنا كل ما نريد، أعطتنا جزء ما نريد، ولكن نرى أنها بدأت تعطي وبدأت تفضح هذا النظام وبدأت تضع هذا النظام في موضع المسؤولية. وأعتقد أن العالم الآن يموج بحالة من حالات الرفض، نعم، الانتهاكات. أنت الآن ترى ما يسمع من ملاحقات يعني وتشديد على السعودية والنظام السعودي في قضية مقتل جمال خاشقجي، والنظام في إيطاليا يضغط في قضية مقتل جيلي روجيني. إذن الوقت الحالي يقتضي من الجميع أن يستمر في مناشدة الهيئات الدولية، سواء كان برلمان أوروبي بالتأكيد، سواء كان أمم متحدة، من أجل كشف وفضح جرائم النظام المصري. مدير مركز الشياب لحقوق الإنسان خلف بيومي، شكرا جزيلا لك.